طب أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة. لا يختلف اثنان حول أن عام 2020 كان عاما حافلا بالأحداث على كل الأصعدة، سواء الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية. ولا يكاد يختلف اثنين أيضا حول أن أزمة كورونا وفيروس كورونا تسبب في شلل كامل في اقتصاد العالم، والآن بات العالم يحاول أن يعود من جديد وينعش الاقتصاد. في هذا اللقاء الخاص اليوم نلتقي مع الرئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة للأعمال السيد والدكتور طلال أبو غزالة. دكتور طلال، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الخاص، شكرا لقبول الدعوة. للشرف سيدي. شكرا لك. بداية لنأخذ نظرتك حول تطورات الاقتصاد في العالم وما تسبب به أزمة كورونا. تحدثت سابقا في لقاءات لك حول الصراع الصيني الأمريكي حول الاقتصاد إضافة لأزمة كورونا. الأزمة أو أزمة الاقتصاد بين الطرفين ليست بالجديدة، ولكن كورونا زادت من هذه الأزمة. هذا صحيح، ذلك أني صرحت من أكثر من 3 سنوات بأن عام 2020 سيكون عام الأزمات، وكثيرين في وقتها لم يكن هنالك بوادر ظاهرة واعترضوا على اجتهادي، وأنا اجتهادي مبني على دراسات وتقارير وأحصائيات عالمية وأبحاث مراكز أبحاث. الشعور فيها كان كلها أن التوقع للوقت الذي تصبح فيه الصين تشكل منافسا قويا لأمريكا هو عام 2020. ولذلك أنا كل محور تصريحاتي ومقابلاتي كانت أن الأزمة في العالم كلها سببها هذا الصراع، يعني بما فيها حتى ما نعاني منه في المنطقة العربية. ولكن بالأساس نحن في عالم حاليا بدون قيادة معترف فيها ومتفق عليها، وبدون نظام عالمي. العالم عانى من كساد كبير عام 1929 وسمي بالكساد الكبير. كان إذا نتذكر توقيته أدى بعدها إلى الحرب العالمية الثانية، وبعدها نشأ في عام 1944 ما يعرف بالنظام العالمي الجديد، اتفاقيات بريتن وود، وتشمل إنشاء البنك الدولي ومنظمة النقد الدولية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات التي شكلت مجموعة أنظمة التجارة والعلاقات الدولية فيما بين دول بموجب اتفاقيات تسمى متعددة الأطراف. فإذا إذا بنقرأ التاريخ، بعد الكساد جاءت هذه المعركة. وقتها كان الصراع وصل إلى حد كبير بين الدول المتنافسة. الآن الصراع وصل إلى هذا الحد أيضا بين المحورين، المحور الصيني والمحور الأمريكي، وبدأت الحرب التجارية بين الطرفين قبل كورونا. فما يعاني منه العالم الآن هو أزمة اقتصادية. كورونا ما هي إلا وباء أضاف عبئا جديدا نتيجة آثاره الاقتصادية. احنا نتكلم عن آثار كورونا على الاقتصاد العالمي، ما في شك أثرت، وقلت أنا منذ بدايتها أن تأثيرها الأكبر سيكون على الصين. وبعد هذه الأزمة نحن الآن وما زلنا فيها، لأنه مش بعد هذه الأزمة حتى الآن ما نراه ما نتابعه. أنا مش طبيب ولا أنا سياسي، أنا رجل اقتصاد. أنا أقول أن هذه الأزمة الاقتصادية أزمة كانت متحرجة من زمان، لأنه لا يمكن أن يتخيل عقل اقتصادي أن يكون الناتج القومي لدول العالم كلها، يعني الجي دي بي مجموعا لدول العالم فقط 85 تريليون، ويكون الدين العام على العالم 260 تريليون، يعني أن العالم مدين 3 أضعاف ما يملك. هذا وضع يؤدي إلى أن الاقتصاد في خطر، وبالتالي الأزمة كلها سببها أننا بدون نظام بدون قيادة. ظهرت قوة جديدة، أمريكا أعلنت بصراحة أنها تشكل هذه القوة تهديد لأمن أمريكا القومي، مش بس الاقتصادي، الأمن القومي، وبالتالي لا شك من أن هنالك ضرورة للصراع بينهم. نعم، تحدث عن عدم وجود نظام حالي اقتصادي في العالم. هل تعتقد برأيك
أن هذه الأنظمة يعاد صياغتها الآن في هذه المرحلة في أزمة كورونا، أم أن فقط أزمة كورونا عادت انكشاف هذه الأزمة الموجودة؟ أبدا، أكثر من هيك، حتى أزمة كورونا أظهرت بشاعة النظام اللا نظام. لو كان في نظام لما أخذت الكورونا هذا الحظ اللي أخذته، ولما انتشرت بهذه الطريقة، ولما كانت آثارها سيئة. لو استطاعت دول أن تتعاون لتحتويها ما كنا وصلنا للوضع السيء اللي نحن فيه. وللآن العملية لن تنتهي، لأن ليس هنالك خطة دولية. لما يجتمع مجلس الأمن جلسة واحدة على موضوع يهز العالم كله ومستقبله، الاتحاد الأوروبي اللي هو مفروض دولة واحدة أو تكتل الدول، كل دولة سكرت حدودها بدل أن تتفق مع الحدود الأخرى كيف نعالج الموضوع. لماذا برأيك مجلس الأمن لم يهتم بهذه الأزمة؟ خاصة كما ذكرتنا هي في الفعل أزمة عالمية يعني. هذا يعني لكل شيء مجلس الأمن أيضا، لأنه ليس هنالك قيادة موحدة. لأن لو اجتمع مجلس الأمن لا ظهر الصراع بين الاثنين، أمريكا تتهم الصين والصين يتهم أمريكا، ولن يخرجوا بقرار. والحقيقة أن تونس تقدمت بطلب رسمي للمجلس الأمن ليجتمع ولم يؤخذ به، لأنه في أي مجال الآن تجد أن يا إما هذا الطرف يأخذ الفيتو يا هذا. ومجلس الأمن أيضا هو واحد من المؤسسات المشلولة في العالم. نعم. طيب، ما تأثير هذه الأزمة أو هذا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ هو صراع تاريخي على الأقل اقتصاديا، فلنقول تأثير هذا الصراع على الشرق الأوسط وعلى دول شمال أفريقيا وبالتحديد ليبيا. بالتحديد ليبيا، شوف احنا يجب أن ندرك أنه ليس هنالك أثر إلا بسبب هذا الصراع. هلا خذ قبل ما نبدأ بليبيا، أول أسوأ مراحل ما يسمى بالربيع العربي واللي هو الجحيم العربي بسوريا، المشكلة الصراع بين اثنين. واضح أن هنالك محور. لما بنقول الصين نقصد روسيا، روسيا والصين طرف واحد ليس طرفين، هي توزيع أدوار. فالصراع بين روسيا وأمريكا على الهيمنة على هذه المنطقة، وذلك بالتنسيق بين والاتفاق الكامل بين روسيا والصين، فهذان الطرفان هما في خلاف على السيطرة على المنطقة، ونحن الضحية. اقتصادات المنطقة كلها بنهاية هذا العام ستكون في انكماش كامل، يعني تحت الصفر. نسبة النمو اللي كنا نتصارع لتصبح 2% 3% 4%، الآن المتوقع بالنهاية هذا العام أن تكون هذه النسب كلها في كل دول العالم. وأسوأ دولة ستكون بالنسبة لأمريكا، أمريكا متوقع أن يكون عندها انكماش بين 12-15%، يعني انخفاض في الناتج القومي مع زيادة السكان. أنت تحكي عن تراجع هائل في الثروة الوطنية والثروة الفردية. نحن العالم بسبب هذا الصراع كله متأثر. نحكي عن الدول العربية، نحن الدول العربية ما نقدرش نتكلم عنها كوحدة، لأنه كل دولة أولا مواردها وظروفها الاقتصادية تختلف، ثانيا كل دولة نوع علاقتها مع هذا العملاق أو ذاك كمان تختلف. والآن أنا أقول إنه كل ما أحبه وأتمناه أننا في هالفترة هاي على الأقل أن لا نكون أكثر طموحا من اللازم. يعني ما نفتكر إنه إحنا إذا أيدنا دولة رح يفرق كتير ولا قليل، وأن نحاول أن نحتفظ بنفسنا في تواضع وبصمت. يعني إذا دعمت أمريكا أو دعمت الصين ما رح يتغير شيء في الوضع. فأنت أحسن وضع لك الآن أن لا تظهر وأن لا تدخل في هذا الصراع إذا أمكنك وإذا سمح لك، لأنه لا تدري كيف سينتهي. سينتهي بأن يحصل حرب بين الطرفين، يجلسوا على الطاولة للمفاوضات ويقسم النفوذ بالعالم بينهما، فأنت ستكون منتظر لما سيكون وزنك وما يكون حظك. بهالأثناء الحفاظ على التركيز على أنك تكون بعيدا عن الصراع هو السياسة التي أنصح بها، وأيضا أنه بهالأثناء تبني نفسك داخليا. البناء الداخلي ليس ممنوعا ولا قادر العالم أن يمنعك منه. مثلا
عيب أن لا يكون في كل دولنا العربية عندنا اكتفاء زراعي ذاتي. ما بيقدر يمنعك تزرع ولا في الدنيا شيء بيقدر يمنعك أصلا. يعني أفقر الدنيا, شوف السودان كيف كان وضعه الاقتصادي ووضعه الحد السياسي والأمني وكله, والزراعة فيه كانت يعني تطعم العالم كله لو أراد. إنما أنا لا أريد أن أقول إنه إحنا بدنا نكون طموحين ومتفائلين أكثر من حجمنا. يكفي أن نحاول أن نكون على الحياد. ثانيا أن نستعمل هذا الوقت الضائع اللي ما إلنا فيه أي تأثير في بناء اكتفاء ذاتي في الغذاء, في الدواء, وفي القدرة الرقمية. يجب أن نتحول إلى دول رقمية في هذا العالم الرقمي, لأن المستقبل هو للمعرفة وللعمل بالمعرفة. نعم, ذكرت أن الصين وروسيا هما طرف واحد. روسيا الآن يعني ضمن الأطراف الأجنبية المتصارعة في ليبيا من طرف, ومن الطرف الآخر هناك تركيا وأيضا الولايات المتحدة التي عادت من جديد للمشهد الليبي. برأيك عودة الولايات المتحدة بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنها بصريح العبارة منذ سنتين أنه لن يتدخل في المشهد الليبي وفي الصراع الليبي وفي الأزمة الليبية بالأحرى, ولكن الآن عاد وبقوة. تحركات الأمريكية في ليبيا باتت واضحة جدا للجميع بعد أن تم التأكيد بوجود روسيا وموسكو وتحركات روسيا في شمال أفريقيا بالتحديد في ليبيا. كيف يبدو مشهد الصراع الأمريكي الروسي الآن في ليبيا, وما هي نوايا الطرفين؟ كمان بعيد. يعني إحنا أنا أنصح بأن ندرك أننا لسنا صانعي قرار في هذا العالم. صناع القرار عندما يتفقوا, عندما يجلس الأمريكي والروسي ما ببحثوا موضوع واحد بس, ما ببحثوش موضوعك بس, ببحثوا سوريا أيضا وببحثوا العراق وبقولوا أنت هون بدي منك كذا بمقابل هنا. يجري تفاوض على مصالحهم في المنطقة. هذا طبيعة البشر, واللي بفكر غير هيك انه هذا صديقي وحليفي ولما يكون قاعد بيكون عم بفاوض عني, لا بفاوض عن نفسي معك ومع الآخرين. فإذا إحنا الآن لا ندري. أنا بقول لك, لذلك بقول لك هذا الوقت الضائع. ما أظن أي أحد يستطيع أن يقول ما هو الموقف الحقيقي سواء لأمريكا أو لروسيا وهم اللاعبين الكبار. يعني تركيا مع كل احترام ليست إلا مجرد دولة تستطيع أن تنتهز الفرص وتدخل في هذه اللعبة الكبيرة, ولكن بات الطرف رئيسي لأن باتت لاعب رئيسي. طرف رئيسي في حالة خلال 24 ساعة إذا تم الاتفاق بين اثنين عاد تطلع بتطلع برغم من كل الدعم التي قدمته لحكومة الوفاق الذي يقرر في مراحل. بيجي أحد الطرفين بسمحلك فيها أنه تلعب, بعدين بيقول لك خلص انتهى, احنا وياك بدنا نتفق نوقف هون وننتقل إلى دولة أخرى. الآن كل الحديث على ليبيا. نعم, ما مش عم بسمع شيء عن سوريا مثلا أو عن العراق, لأنه صار الآن وقت أنا وياك أن ننقل اللعبة إلى هناك. أنا قصدي بالموضوع, أنا لا أفهم بالسياسة, أنا أفهم بالاقتصاد. بالاقتصاد كما أنت في صفقاتك التجارية وفي تجارتك في العالم, ليس هنالك موقف واحد مع الدول الأجنبية, يتغير الدور حسب مصلحتي الاقتصادية. وأنا دائما كنت أقول أنه ما في قرار سياسي, كلها قرارات اقتصادية. ليس هنالك, وأنا بتمنى حد يعطيني قرار سياسي ليس إما له سبب اقتصادي أو نتيجة اقتصادية. يعني الناس ما بتختلف الاختلافات السياسية ولا ايديولوجية, انت ماركسي وانا رأسمالي مش فيش خلاف عليها, في خلاف على المصالح, والمصالح يقررها ما مصلحتي الآنية في هالمرحلة. في المرحلة انا تركيزي خلص, انا هنا بترك هاي اللعبة مثل ما هي بجمدها واروح على ليبيا. هكذا عم بيصير كمان في مصر واثيوبيا. اللاعبين الكبار هم اللي بيوزعوا الاوقات والادوار والمصالح واللاعبين.
ولكن المصالح الاقتصادية التي ذكرتها هي أيضا مصالح اقتصادية لتركيا التي كما ذكرت باتت طرف رئيسي في النزاع في ليبيا الآن. منذ أن وقعت تركيا اتفاقية التعاون مع أو اتفاقية التفاهم التعاون مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، وهي اتفاقية مبنية على أعمال تقييم الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وهو صراع يعني تاريخي أسباب اقتصادية لتركيا مع قبرص ومع اليونان، والآن باتت تركيا تتحكم في هذه العملية عملية التنقيب، وهو أسباب اقتصادية كما ذكرت. إذن من يتحكم في هذه المذكرة، ولماذا صيغت هذه المذكرة، ولماذا تحركت تركيا من أجل هذه المذكرة؟ إذا بالفعل تركيا ليست لاعب رئيسي وهي لاعب ثانوي يحركه أطراف أخرى. 100% شو؟ من هي هذه الأطراف؟ لماذا تحرك هذه الأطراف؟ سيدي تركيا دولة محتلة مثل الدول الأخرى، القاعدة الأمريكية اللي بتركيا قاعدة أنجليك أكبر قاعدة في المنطقة. ما ألمانيا دولة محتلة، أنت بتحكيليش عن تركيا. ألمانيا اللي حجم اقتصادها 10 أضعاف تركيا وأهميتها 10 أضعافها دولة محتلة، ما زالت القواعد الأمريكية اللي فيها، واللي كل يوم بحث لازم نزيدها ولا ننقصها، والقرار لا إلك ولا إلي ولا لتركيا ولا لألمانيا، للمعلم. من هو المعلم؟ في ألمانيا المعلم هو أمريكا، وفي تركيا؟ وفي تركيا المعلم أمريكا. نعم، إذا تحركات تركيا يعني دخول، أنت ما بتعرفش إنه كل خلاف عم بيصير مثلا في سوريا داخليا الطرف اللي فيه بيلجأ للمعلم الكبير يقرر. طيب نهاية هذا السيناريو، نهاية هذا المشهد، ما المشهد التركي الروسي؟ الآن الصراع على الأرض هو تركي روسي، ولكن واشنطن تتابع يعني من نقطة بعيدة وتتدخل في الصراع أينما. لا 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 أبدا، الصراع أمريكي بالدرجة الأولى، مش روسي. تركيا فقط ذراع تقصد، مش روسي. يعني أنت روسيا كانت تتجرأ أن تدخل لو قالت لأمريكا لا تدخلي على سوريا؟ نعم. سوريا الوضع اللي حالي على الحدود، واللي حاطينه الأتراك، حاطين الأمريكان اللي حاطين على الحدود بين العراق، سوري، بين سوريا وليبيا مجموعة الأكراد اللي هم تابعين لهم. نعم. مين بيسلحهم، مين بيمولهم، مين سلمهم عقل النفط؟ أمريكا. إذا واشنطن هي اللاعب الرئيسي في طبعاً. هذه الأزمة في تنافس بين اللاعب الرئيسي السابق والحالي اللي هو أمريكا، والصاعد اللي هو روسيا ممثلا للصين. نعم. من سيفوز في هذا الصراع برأيك؟ أنا ما بفهم. من يملك ال 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 ما فيش فيها فوز، فيش فوز. إذا نهاية سيبقى الصراع مفتوحا إلى أن يجلس كلاهما، لأنه الموضوع مش بس إحنا موضوع تافه، كل هاي المنطقة العربية بالنسبة لهذا الصراع لا شيء. في كتير مواضيع أكبر، في موضوع عملة الدولار، هل سيحكم الدولار العالم كما هو الآن ولا نعمل عملة جديدة كما تطالب الصين؟ هل حقوق الملكية الفكرية اللي بيطالب فيها الرئيس الأمريكي اللي بيقول بالتريليونات أكبر من اقتصادنا كله تعويضات عن حقوق الملكية؟ مشاكل كثيرة بين الطرفين من الخلافات اللي بدها تنحل في لقائهم. لما ينحل الخلافات هاي، احنا الخلافات الصغيرة على المنطقة بتتسوى بسهولة. طيب لماذا تشكل ليبيا كل هذه الأهمية لهؤلاء الأطراف؟ لماذا باتت هي ساحة المعركة لهؤلاء الأطراف؟ لأنه فيها ثروات النفط أولا، وفيها أيضا موقعها بتأثيرها على ليبيا، على أوروبا وعلى الشرق الأوسط. يعني هي في ما يخص منطقة البحر المتوسط أقرب إلى إيطاليا من الدول الإيطالية نفسها، هنالك موقع لها أيضا للدول الأفريقية والدول العربية. أنا بعقلي البسيط، لأني مش رجل سياسي، رجل اقتصاد، لا أرى أي صراع أو أي سياسات أو خلافات إلا مرتبطة بالمنافسة بين العملاقين من سيحكم العالم. وليبيا لا باتت الضحية في هذا الصراع العالمي؟ أبدا، أنت ضحية مثل أنا الفلسطيني، ما أنا ضحية. أنت بتقول لي إسرائيل لما تيجي صفقة القرن يقولوا خلاص انتهت القضية الفلسطينية، أنا إلي رأي كفلسطيني،
لموقف الوطني اللي أنا أرفض هذا كليا وأرفض صفقة قرار وأفرض أنه أي أحد له حقوق فلسطين غيري. إنما القرارات اللي عم بتتم دوليا واللي على الأرض كلها قرارات أمريكية. طيب على الجانب الآخر هناك أيضا صراع بين إيطاليا وفرنسا حول ليبيا، من يحرك هذا الصراع؟ أيضا واشنطن؟ ليس هنالك لاعب رئيسي في العالم. بدنا نعرف أنه ما عادش من العالم كل عمره هيك في دولة عظمى. فلك لما كان في الإمبراطورية التركية، الإمبراطورية البريطانية، الإمبراطورية الفرنسية، الإمبراطورية اليونانية، الرومانية، كان في واحد في مرحلة قصيرة كان في صراع بين دولتين واتفقوا يحدوا ما بين بعض اللي هو الاتحاد السوفيتي وأمريكا. إحنا نمر بهالمرحلة هاي اللي هي مرحلة اللي بسموها الحرب الباردة. دائما هنالك قائد للعالم. المرحلة اللي كنا فيها نحن نقود العالم ونقرر كل شيء، 500 سنة حكمنا العالم، ما حدا بيحكي عنها. ما قلتش احنا ما اريد ان اقوله انه العالم كله اذا في قوة مهيمنة ما راح تسمح لشيء يصير ضد مصلحتها الاقتصادية. هو ما بيحبني ولا بيكرهني، وانا قال لي اياها الرئيس كارتر شخصيا، قال لي امريكا ما عندها قلب مثل البني ادمين تحب وتكره. امريكا الدولة عندها مصالح، انت بتخيل والله في هذا بيحبني وعلاقتي معه منيحه وهذه الدوله صديقه وهي حليفه، ابدا. والانجليز بيقولوها دائما، ليس هنالك اصدقاء هنالك مصالح. انا لا اقرا السياسه الا من الزاويه الاقتصاديه، وما دام هنالك دوله مهيمنه على العالم لن تسمح للدوله الاخرى بان تدخل على الخط اللي تنافسها على قياده العالم. هذا مشكلتنا في العالم كله. نعم، إذن المشهد بشكل عام سواء الصراع الاقتصادي أو السياسي وحتى العسكري تتحكم به واشنطن. تتحكم به الصراع بين واشنطن وبين الصين وروسيا. نعم، طيب دكتور ابقى معنا، سنخرج إلى فاصل قصير وسنعود لنكمل باقي الحوار في هذا اللقاء الخاص مع حضرتك. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم سنعود لنكمل هذا اللقاء الخاص مع الدكتور طلال أبو غزالة، ابقى معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا اللقاء الخاص مع الخبير الاقتصادي ورئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة للأعمال الدكتور طلال أبو غزالة. لنتجه إلى الاقتصاد المحلي في ليبيا على الأقل الآن. يعني ليبيا كما ذكرت وكما يعلم الجميع دولة نفطية، دولة غنية بالموارد الطبيعية، وبالرغم من ذلك المواطن فيها لازال يعاني من الحصول من أبسط أو على أبسط مقومات العيش. ما الخطأ الذي ارتكبته الحكومات المتعاقبة في ليبيا على الأقل في آخر 10 سنوات بعد الربيع العربي كما ذكرت، وما كان من الخطأ وأيضا الحلول؟ ما هو برضو نرجع، شو الخطأ اللي ارتكبه القذافي؟ أنا لست معه ولا ضده، بس هل أنت عزلته ولا أنا عزلته؟ مين اللي شاله من مكانه حقا أو باطلا؟ هنالك هذا القرار اللي بيدير العالم. يعني انت تظن انه هو العهد راح بثوره شعبيه؟ والله انا ما شفت ثوره شعبيه، يمكن انت شفتها. في قرار كان دولي وانت هلا الان ايضا القرار الدولي يفرض ان وضعك سيستمر هيك، مش الحكومات. الحكومات لا تلام، لانه الموضوع اللي عم نحكي عنه ليس قرار خاص ولا 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 شخصي، هو قرار صراع. وأغلب الصراعات اللي عم نشوفها خصوصا في الأمة العربية هي صراعات بالوكالة، وهذا تعريف الحرب الباردة. الحرب الباردة بين الدول العظمى هي أنه بدل ما أنا وياك ندخل في حرب، جماعتي بدخلوا ضدك وجماعتك بدخلوا ضدي، إحنا نحارب بغيرنا. الدول العظمى تحارب في ليبيا بالنيابة عن دولها مش عني. القوة العظمى مش موجودة على الأرض، بس اللي موجودين فيها كلهم حلفائها. فما نلوم احنا في هذا المرحلة وفي هذه الظروف، انا لا الوم اي دولة عربية. اذا التسويق للاصلاحات الاقتصادية والخطط والمبادرات وايضا المؤتمرات التي عملت عليها الامم المتحدة خلال السنوات الماضية، كل هذا شو صار بكل المؤتمرات اللي صارت في كل دول العربية؟ شو نتج عنها؟ لماذا هذه المؤتمرات اذا؟ ما نتج عنها اي شيء. دعاية فقط؟ ايه طبعا دعاية فقط وتخدير الى ان يكتمل المخطط.
وسنستمر بالوضع إلى أن يقعدوا اثنين الكبار ويقولوا اتفقنا على توزيع الحصص المصالح الاقتصادية. متى سيجلس هؤلاء الطرفين؟ أنا أتوقع أن يحصل هذا قبل التجديد، يعني بهذا العام، قبل النهاية عام 2020. قبل هذا العام يجب أن يحصل حرب. سيتغير المشهد بشكل عام، ستنتهي كل الأزمات المفروضة. لا أبدا، ستنتهي شيء مثل ما كل الحروب، الحروب تبدأ بسبب، وسببه يكون خلاف على موضوع أساسي، يجلس المتحاربين على الطاولة للتفاوض، لأنه ما في حرب انتهت إلا بالتفاوض بالدنيا، لا حرب داخل ذاتية داخلية ولا حرب بين دولتين ولا حرب عالمية إلا بالجلوس على الطاولة. دائما آخر شيء تنتهي الحروب بالاتفاق، عندما يتم الاتفاق يتم بصياغة اتفاقيات جديدة تحكم العالم، وهي عملية تأخذ سنوات، ويتفق على كيف ندير هذا العالم، هذا كمان بيأخذ وقت، بس بيكون بهالوقت نحن اتفقنا على المبادئ الرئيسية. الكبار يجلسوا ويتفقوا على نوقف الحرب، ولكن 1 2 3 4 5 إلى ذلك الوقت إحنا بدنا نحاول قدر الإمكان أن نحتوي الضرر، ونحاول أن نستفيد بما بحدود ما نسميه الهامش، الهامش الممكن ضمن المصالح العالمية. ما يعني أنا أستغرب أنه أي إنسان يرى ما يحصل في الدنيا يفكر أنه في أي دولة في العالم بتقرر لحالها، ما فيش دولة إلا هالدولتين، الصين والولايات المتحدة، بس الصين والولايات المتحدة بلس روسيا. ولكن تقول لي طيب فيتنام، فيتنام يا إما هذا الطرف، شوف فيتنام نصين، هي نموذج عن العالم، قصدي كوريا، كوريا الشمالية كوريا الجنوبية، اللي مش مقسوم بين اثنين حيضل في صراع. بدي أعرف لمين تابع أستراليا، مين تابع لأي حلف؟ ثبت الآن من أسبوع أنه أعلن أنه أستراليا هذه منطقة أمريكا تابع. الفلبين وين بآخر الدنيا؟ اليابان بآخر الدنيا، هذه مع الحلف الأمريكي. هذه تحالفات جديدة، وهي تحالفات تاريخية موجودة من الأساس، تحالفات تاريخية بس إحنا مش شايفينها لأنه لم يكن يعلن عنها. لما الرئيس ترامب قرر أنه لم يعد هنالك وجود للسبعة الكبار الجي 7 المعروفين، أكبر اقتصادات سبعة بالعالم، قال هذا صار من التاريخ، لازم يكون في سبعة جداد، قد يكون عددهم 10 أو 20 بس هم السبعة جداد، وحط فيهم يعني شيل بودك، معلش يحط استراليا، يحط كندا، يحط في الفلبين إلى آخره، وكوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية دولة عظيمة وصناعية بس مش اقتصاد، مش اقتصاد أكبر في العالم، مش من أكبر سبع اقتصادات في العالم، هدول حلفائه اعلن عنهم انه هدول لازم هم يكونوا في قيادة العالم. هذا الموضوع معروف من قبل. الهند مثلا، الهند وين الهند؟ والهند مليار وشوي بني آدم، هذه في الحلف الأمريكي. من تبقى للصين على هذا الأساس؟ من تبقى للصين على هذا الأساس؟ هو عنده كتير، تبقى لها وحدها بكفي. احنا بننسى مرات أن هنالك اعتبارات اسمها جيو سياسية. الصين عدد سكانها أكثر من 5 أضعاف أمريكا. هذا ما يعني أنت ما بتقدر تتجاهل حجم الدولة. روسيا معها الصين، إيران مع الصين، هنالك دول كثيرة لم تعلن بعد أنها مع الصين ولكنها مع الصين، خصوصا في خايفين من أمريكا حتى على أوكرانيا. مع الصين أيضا مصلحتها وين؟ مصلحتها مع روسيا، مش مصلحتها مع الدول الأوروبية. يعني سيأتي اليوم وتقول أنا متأسفة، أنا هاي مصلحتي. لذلك أنا أقول كل ما عم بيحصل أو سيحصل هو قرارات اقتصادية. ما في واحد، ما في أمريكا بيحب حدا ولا بيكره حدا، ولا بالصين، الصين ما في واحد والله بتحب إيران لأنه شكلهم بيشبههم، لا. طيب إذا ما تحدثنا يعني كل ما نتجه إلى الحديث عن الاقتصاد الليبي المحلي، نتجه إلى الصراع العالمي وهو ما يحرك كل شيء، كل الدنيا. لو تحدثنا عن هيكلة الاقتصاد، هيكلة شكل الاقتصاد في ليبيا الآن، كيف يمكن تجاوز كل هذه العقبات؟ مش ممكن طالما أنت في هذه المرحلة في التي لم يحسم فيها قرار مصيرك، بدك تحاول تكف أكثر ما يمكن أن تحافظ على وضعك.
ما بلوم ولو أنا لو أي خبير، مش أنا أقل الناس، بس لو واحد يجي خبير يقول لك أنا والله عندي حل للقضية، ما في شو تحل. الموضوع لسه ما وصلش لمرحلة الحل، إحنا الآن في مرحلة ما أنا أريده منك. الطرفين ماذا يريدون؟ يريدون السيطرة والمصلحة الاقتصادية. هل هو النفط فقط أو هناك أي مطامع أخرى لنسميها؟ كل واحد له مطامع اقتصادية، ما فيش مطامع أخرى. أنا بقول لك مش إنه ما فيش مطامع سياسية، بقول لك له أغراض سياسية. شو أغراض سياسية؟ ما فيش شيء اسمه أغراض سياسية. هذا يعني إحنا ببساطتنا ببراءتنا العرب نفتكر إنه في مصالح سياسية. المصلحة السياسية هدفها أو نتيجتها اقتصاد. ليش أنا بدي أحتل بلد لأصرف عليها؟ أخذ منها ثرواتها. ليش بدي أعمل نفوذ عندك؟ لأني بدي أزعلك وأنا بكرهانك؟ لا، لأنه إلي مصلحة عندك. وليش ببيعك ببلاش؟ لأنه انتهت مصلحتي منك. لك تصريحات أخرى حتى في الآونة الأخيرة تحدثت عن قوى أكبر من واشنطن والصين. أبدا، ما في أكبر. عمري ما قلت من يحرك هؤلاء الأطراف؟ ما ولا أحد بيحركهم. في كلام ناس يعني بيحبوا يقعدوا ويلطفوا ويلتحقوا بالملائكة ويفكروا أفكار. مثل مين يعني؟ إيش مثلا؟ مين في غيرهم؟ قوى العظمى مين؟ هناك من يتحدث عن الماسونية. تحدثت أنت عن تصريحات أن هناك قوى عظمى أكبر من ما فيش في قوى عظمى. كيف يعني بدي ألاقي قوى عظمى؟ كيف يعني بدي ألاقيهم؟ بقول لك في مجلس حكماء، وبقول لك في ماسونية، وفي الأعجر هذا اللي بسموه الأعمى الأعور، ما بعرف شو اسمه. لا، هذا كلام لا يستحق الرد عليه. ما في شيء، ما فيش مجلس حكماء، ما فيش. مش منه والله ما له قوة أو ما فيش، وما فيش ماسونية. الماسونية مثل أي جمعية من الجمعيات الدنيا اللي بتقول نساعد بعض، صح أو غلط مش شغلي أنا، لا بعرفها ولا أنا عضو فيها ولا عمري شفتها. بس إحنا نريد أن نبرر الأمور. ومرات الناس بيحبوا، إذا أنت ما بقصدش نفسي، إذا أنت ناجح لازم نلاقي لك سبب لنفرجي ليش أنت ناجح. لأنه مش لأنك تستحق تنجح، لأنه في وراء قوة خاصة، في ناس بدعموك سرا. ما معلش خليهم. أما أنه بدنا نحكي عقل مسكين، يعني مسكين اللي عقله بيقبل أنه في قوة أكبر من أمريكا أو بتحرك أمريكا. شو كيف يعني؟ طيب، مستقبلا وعلى الأقل في الآونة المقبلة، هل بالإمكان توقع أن تكون الدول العربية يد واحدة فيما يخص الوضع الاقتصادي مع أزمة كورونا؟ لا، ما في توقع الآن أيضا لهذا السبب. ما إحنا كيف ما تدور حترجع، إذا أردت أن تكون واقعي وعلمي سترجع إلى نفس المشكلة. أنت لك حدود تلعب فيها، يعني قرارات النفط بقررها أي واحد ولا بقررها الأوبك؟ لا، في كل الدنيا، لأن هذه طبيعة الدنيا. لو أنا القوة العظمى في العالم بدي أقرر بكل شيء لمصلحتي. يعني مش أنا عم بحكي، كان يصرح وزير النفط في أحد وزراء النفط الأمريكيين، قال إنه كل إحنا قبل الاجتماع، كل اجتماع أوبك نصدر قرار كيف نريد أن يكون وضع سعر النفط. سعر النفط ما بتحدد بالبيع والشراء كأنك عم تشتري بطاطا ولا سيارات. حدد بقرار. ولعلمك مثلا أمريكا رفضت أن يدرج ضمن اتفاقيات التجارة العالمية النفط. لماذا؟ لأنه هو بيقولوا عنه على موقع البيت الأبيض النفط ليس سلعة، هو مادة استراتيجية. طيب، فيما يخص الأزمة والأزمة الحالية وهي أزمة كورونا وأزمة هذا الوباء، هل إعادة افتتاح اقتصادات العالم خطوة صحيحة الآن في الدول العربية وأيضا الأجنبية حتى؟ هذا قرار ما بقدر أنا أفتي فيه وأعتبر نفسي خبير. أنا بقول أننا يجب أن نراعي في الوضع توازن بين الحفاظ على الأرواح وبنفس الوقت الحفاظ على الأرزاق. وأنا لما قلت هذا الكلام هاجموني من يحبوني كتير حب إلى درجة الكره، قالوا إنه هذا الرجل ما بهمه الأرواح، كل همه الاقتصاد.
طب أنت مش بدك تأكل آخر الشهر، مش بدك تسكن، مش بدك تعلم ابنك، مش بدك تشتري دواء. طب أنا قضيت على الكورونا وأنت مفلس، هاي حياة؟ بقول قدمت الشعب. أنا قلت أنه نقتدي بالصين التي من أول يوم ظهرت في الكورونا قال شي جنبين إن الحفاظ على الأرواح مهم، ولكن الحفاظ على الأرزاق أيضا مهم، ويجب أن نحمي اقتصادنا ومستقبل أمتنا. مستقبل أمتنا معناتها بعد ما يموت اللي الله بده يتوفاه بسبب الكورونا، هذا معناته لما أقول نحافظ على مستقبلنا. إحنا لا، في دول قررت ومنها أمريكا أنه لا، الاقتصاد أهم. ومع ذلك هناك أصوات معارضة، هناك أصوات معارضة لإعادة افتتاح الاقتصاد. بقول لك كل دولة، كل دولة عم تأخذ ملاحظات واجتهاد خاص، ومين الأصح موضوع معقد وما ببين إلا بالآخر، لأنه لسه إحنا عندنا مشوار طويل مع الكورونا ما انتهى. نعم. شكل الاقتصاد العربي بعد هذه الأزمة هل سيتعافى من أزمة كل لقيتنا؟ شوف، لو كان تقرر، وهذا سيكون واحد من المواضيع، لذلك إذا بتنتبه انسحبت أمريكا من منظمة الصحة العالمية، لأنه عمليا هي كانت في خصومة معها وتتهم الصين، والصين نفس الشيء حتى في موضوع الصحة والحياة مش عم نتفق، كله يعود إلى هذا الصراع. لو كان في اتفاق بين الكبار، لأن الكبار بيتبعوهم كل دول العالم، ما في دولة توقف ضد الصين وأمريكا، ما فيش ولا فيلي، يعني عقلي البسيط ما بتخيل، لا أعتقد العقل البسيط ما بتخيل أن هنالك دولة. متى اتفق هذول الاثنين؟ لو اتفقوا قالوا إحنا سنقرر الخطة التالية بموضوع الكورونا، كان انتهت الأزمة. أزمة الكورونا كان انتهت. نعم، لأنك هي كيف بدأت إذا بنتذكر، يعني أثبت كلامي، بدأت في دولة ومنها راحت للدولة الثانية. نعم. لو عندما بدأت في هذه الدولة كل الدول اتفقت وقالت بدنا نشوف كيف بدنا نحتوي هذا أن لا ينتشر. طب أصر لها 4 أشهر لوصلت لأفريقيا، ما كانش هي ما نزلتش من أفريقيا بالطيارة، انتقلت من بلد آخر. لو وضعت لها حدود انه خلينا هاي نعتبر هاي المنطقة ونحميها كلها كمنطقة، بحيث انه نراعي انه ما تتضرر اقتصادها ولا اقتصاد العالم ولا ارواح العالم، لم يتم الاتفاق على شيء. بس كانوا بالعكس، كانوا يسرقوا اجهزة طبية المنقولة من بلد لبلد والادوية. يعني صار الصراع على مين يموت، انا ولا انت، مش كيف نحيا نحن اثنين. ومن المذنب في ذلك؟ من المذنب؟ من هو السبب؟ ولا أحد مذنب. الذنب أنه ليس هنالك نظام عالمي ولا قانون موحد في الدنيا، ما في. لو في اتفاق، ما دام الدنيا فوضى، وأنا بقول أنا أولا، أمريكا فيرست، وكل دولة بتقول أنا أولا، معناته إحنا كلنا أعضاء بعض. موضوع العولمة توفي، والعولمة كانت نظريتها انه احنا العالم كلياتنا مصالحنا مرتبطه ببعض. هلا لا، انا مصلحتي ان امنع استيراد الماده الفلانيه، هذا ممنوع باتفاقيه المنظمه، وانا على مجلس ادارتها قدمت. ممنوع في المنظمه انك تفرض رسوم على اي دوله بقرارك، يجب ان تكون رسوم العالم كلها متساويه. يجب ان تعامل اول ماده باتفاقيه التجاره العالميه أن على كل دولة أن تعامل منتجات الدول الأخرى معاملة وطنية، أي كأنها منتج وطني. نعم. يعني أنت بتبيع سيارات وأنا ببيع سيارات، الرسوم اللي بدك تحطها على سيارات اللي بتدخل لازم تكون قد الرسوم اللي أنا بحطها على سياراتك، وإذا في أي فرق بتكون أنت خلفته يفرض عليك عقوبات. هذا التغى، ما حدا متجرأ يفرض العقوبات على أمريكا وسكرت. لماذا لا يستطيع اي حد ان يفرض على تفتح ترفع؟ اي والله انت، انا عندي مشكله، عندي شركه في شركه، مش انا يعني، انا نحكي كمثال، انا عندي خلاف وبدي اخذ قرار في امريكا، بقدر اخذه الا بموجب القانون الامريكي؟ طبيعه الحال. طيب في دوله رح تحرك بواخرها، انا لما كنت على مجلس اداره مجلس خبراء المنظمه كان في خلاف بين الدولتين. في المنظمة في شيء اسمه dispute settlement body، هذا كالمحكمة تماما، قضاء بشتكي عليك انه انت رفعت الرسوم علي،
هذا يؤكد سبب لي ضرر احكم لي. تجتمع المحكمة وفيها درجة أولى واستئناف زي المحاكم، ولكنها محاكم مستقلة وملزمة، وبتقول المحكمة عليك أن توقف إجراءك المخالف للاتفاقية، واحد اثنين أن تدفع تعويضات نتيجة ما قمت به قدرها كذا، وإذا ثلاثة وإذا لم تنفذ أن تحرك قواتك لتفرض التنفيذ. مين بدي يحرك قواته على أمريكا؟ طيب تحدث عن الاجتماع الذي سيحدث أو سيعقد خلال هذا العام بين القوى العظمى وهي طرفي النزاع والصراع العالمي. المشهد بعد هذا الاجتماع، هل باعتقادك كل المعطيات الموجودة عندك حاليا، هل تعتقد أن سيكون هناك اتفاق بين هؤلاء الأطراف؟ هل سينهي كل الأزمات الموجودة سواء في شمال أفريقيا سواء في سوريا العراق وما إلى ذلك؟ المشهد كيف سيبدو؟ ما سيحصل كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية، جاء مشروع مارشال بصفتها قائد العالم، وقتها كانت قائد العالم وما زالت قائد فعلي، قررت أنا بدي أعيد إحياء أوروبا وأنقذها وأبني اقتصادها، ونتج ازدهار في أوروبا وفي أمريكا. الآن ما سيحصل أنه في هذا الاجتماع سينشأ مشروع مش اسمه مارشال بس كمارشال، الهدف منه بناء الاقتصاد العالمي وإصلاح ما خربه الكساد والكورونا كمشروع دولي تمول الدول اللي قادرة لتنفذه في الدول المتضررة، وليس كمساعدات، لأنه ما حصل في مارشال بلان في أوروبا أن المستفيد الأول لم يكن أوروبا، كانت أمريكا، لأنه أمريكا بعتت شركاتها، حطت نظامها، حطت وكالاتها إلى آخره، حطت قواعدها. فعملية إعادة الإزهار هي الإزدهار، عملية إعادة البناء هي فائدة للطرفين، المتضرر والمنقذ اثنين بيستفيدوا، ففيها مصلحة للعالم كله. وبالنهاية سينشأ إن شاء الله مرحلة ازدهار في العالم كله كما حصل الازدهار في أوروبا بعد المارشال بلان. هذا هو مستقبل أفريقيا لنقل بعد هذا الاتفاق؟ بعد كل مستقبل العالم كله. هل سيكون هناك يعني دول بارزة فيما يخص الاقتصاد ومشهد الاقتصادي بعد هذه الأزمة إذا ما حدث ما توقعاتك؟ ذكرت سابقا أن مصر قد تصبح الاقتصاد السادس عالميا. هو أنا مش الحقيقة مش اجتهادي، هذا في تقرير أمريكي دراسة أمريكية تتوقع أنه سيتغير تركيب القوى الاقتصادية. لا يا سيدي، مش أنا، خذ من ألون ماسك الأمريكي اللي هو معروف، ألون ماسك يقول أن الاقتصاد الصيني سيصبح ضعف أو ثلاث أضعاف الاقتصاد الأمريكي، مش أنا، هو بيقول. والتقارير كلها في على حسب نسبة النمو أن الصين لأنها خمس أضعاف حجم أمريكا نسبة نمو واحد فيها هي كنسبة نمو 5% بأمريكا، فإذا كانت نسبة النمو هنا 10% وبأمريكا 5% يعني أنا ضعفك كل سنة بصير يعني. ولكن ما هي المقاومات التي قد تجعل الإنسان أقوى حتى من ليبيا؟ الإنسان الآن في عصر المعرفة، في عصر المعرفة الثروة هي للاختراعات البشرية، لذلك تجد دول صغيرة بالحجم مثل فنلندا لأنها تحولت إلى مجتمع معرفي ناتجها القومي خمس أو ست أضعاف دول بنفس عدد السكان ولكنها دول نامية معرفيا. المستقبل هو للتحول الرقمي والمعرفي. شكرك جزيل الشكر دكتور طلال أبو غزالة، شكرا جزيلا لك لاستضافتنا في مكتبك، وشكرا لقبولك الدعوة. الخبير الاقتصادي ورئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة، هذا شرف لي وأنا فخور، وليبيا بلد عزيز وكل بلد عربي بالنسبة لي هو وطن. لما أتكلم عن ليبيا أنا بتكلم عن الأردن وعن فلسطين وعن مصر وعن السعودية، أنا قومي عربي. رسالتك لهذه الدول، رسالة أخيرة لهذه الدول. رسالة الدنيا أن يا أمتي العربية أنتم أمة، أنتم مش شعوب ولا دول، ومصيرنا ومستقبلنا لن يزدهر إلا بالاتفاق العربي الكلي بيننا وبنشوء
منطقة تعاون ومنطقة اقتصاد بغض النظر عن الخلافات. لما نشأ الاتحاد الأوروبي قتل فيه من بين الناس بعضهم عشرات الملايين، مش ملايين. روسيا لحالها فقدت 20 مليون مواطن في الحرب. وبعدين الدول الأوروبية كلها اجتمعت لمصلحة اقتصادية، المصلحة التي يجب أن نفكر فيها مصلحة المواطن، ومصلحة المواطن هي المصلحة الاقتصادية. المصلحة الاقتصادية للأمة العربية أن تكون منطقة تعاون اقتصادي حقيقي بدون حدود وبتعاون كامل بين هذه الدول. بالنهاية احنا محيط يجمع اللغة، يجمع التاريخ، يجمع الثقافة. الاتحاد الأوروبي في 12 لغة، الاتحاد الأوروبي ما في شيء يعني نحن متميزين عليه بكل شيء من حيث ضرورة أن نصبح منطقة واحدة. يجب أن لا ننسى، لأن العدو دائما ينسينا أنه إحنا أمة واحدة، ويحب أن يركزوا علينا أنه إحنا دول ومجموعة دول مختلفة ومتصارعة. لو تجمعنا نصبح قوة، منفردين ولا دولة لها قوة مهما كان حجمها. وهذا ما يمله كل الشرق الأوسط. لما سألتني عن مصر، أنا ليش قلت أنه مصر؟ مش مني أولا الدراسة، وتقول لماذا؟ لأن مصر بحجم السكان فيها، وبالتالي كسوق كما هو بالنسبة للصين وبالنسبة للهند. الهند ستصبح ثاني اقتصاد في العالم قبل أمريكا، أيضا لنفس السبب، لأنها سوق ضخم للإنتاج، سوق ضخم للإبداع، سوق للتجارة، فيها بشر ومناطق كبيرة ومساحات هائلة. هذا مستقبل. المستقبل هو لما نجتمع، نحن كنا ونصير 300 مليون مثل حجم أمريكا، أنا أتوقع أن هذه المنطقة ستستعيد دورها في قيادة العالم. هل ممكن أن يحدث ذلك؟ 100%. مدام حصل ليش ما يحصل؟ نعم. الرئيس ديغول كان يقول، كان هو في مكتبه على الحيطان خرائط العالم، وعلى مكتبه التاريخ، ويقول المستقبل يقرر الجغرافيا والتاريخ. التاريخ والجغرافيا بيقولوا انه احنا أمة متفوقة في العالم علميا وحضاريا واخلاقيا بكل شيء. هل سيكون مستقبل؟ مستقبل لنا، نتمنى ذلك. أشكرك جزيل الشكر دكتور طلال. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء مع دكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي ورئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة للأعمال. شكرا لكم مشاهدينا المتابعة، ودمتم في أمان الله. تنمية.